فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكرتم حفظكم الله أن موضع باب بني شيبة كان موضوعا على هيئة قوس إلى أمس. نعم. يقول: ذكرتم إلى أمس، فهل أمس هنا مرادة أم ماذا؟ يعني قريب، إلى قريب، يعني لم ما أزيل إلا في عمارة الملك سعود رحمه الله، أنا شايف إلى عاما، يمكن إلى عام 73 أو 74 وقت عمارة الملك سعود رحمه الله أزالوه. نعم، لأجل أنه يوسع للناس والطائفين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هو بجانب زمزم. نعم.